جمعت قمة جدة للأمن والتنمية قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق لبحث تحديات الأمن ومجالات التنمية ولتكامل الجهود نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. لم يحدث في تاريخ الحروب أن استخدمت الطائرات المسيرة بالكثافة التي تستخدم فيها في حرب أوكرانيا، ويقول موقع ميليتري المتخصص في الشؤون العسكرية أن المسيرات تؤدي دورا في تحديد من يعيش ومن يموت. أكد كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك أن وفاة إيفانا الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ناجمة عن ضربة قوية على جذعها، وتحقق الشرطة في فرضية سقوط المرأة البالغة 73 عاماً عن سلالم منزلها بمنهاتن. في صدفة لا تصدق تمكنت سيدة أمريكية من الفوز بجائزتي النصيب بالرقم نفسه وبفارق لم يتعدى الشهرين، الجائزة قدرها نحو 31 ألف دولار، كم هو 111102.